وعيون الميت تبقى في حالة عمل لمدة 5 ساعات وربما أكثر، ولكن الدراسة الحديثة تقول عيون الميت تبقى في حالة جيدة تستجيب للمؤثرات العصبية لمدة 5 ساعات. إذن الميت يبصر، يرى، يسمع، يشعر. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هل يشعر الميت بأهله وأحبائه وأقربائه؟ الحقيقة هذا السؤال أحببت أن أجيب عنه باختصار، لأن الكل سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كلنا سيدخل في عالم البرزخ، كلنا سيلاقي لحظة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أخي الحبيب انتبه معي، بعد الموت هناك احتمالين لا ثالث لهما، إما نعيم دائم أو عذاب دائم. وهنا يختلف إحساس الميت بأهله إذا كان في حالة نعيم أو في حالة عذاب، لأن الإنسان الكافر الملحد الذي شغلته الدنيا، المنافق عذابه أشد من الملحد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا لطيف. عندما تبدأ لحظة الموت تأتي ملائكة العذاب لتأخذ هذه النفس وتنتزعها انتزاعا، وتبدأ الملائكة بضرب هذا الإنسان قبل أن يموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يبدأ العذاب قبل الموت على فكرة، قبل خروج الروح يبدأ العذاب، فتخرج هذه النفس كارهة مكرهة، وتبدأ رحلة العذاب، فلا تستطيع أن تشتهي شيئا، ولا ترى أحدا من أهلك، وليس لك أي شيء سوى العذاب والعياذ بالله. النوع الثاني، إذا كنت مؤمنا فالملائكة تأتي وتقول لك اطلب ما تشاء، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فإذا كنت أخي الحبيب من المؤمنين الذين استقاموا على منهج الله، ثق تماما أنك ستشعر بأهلك، وأنك ستتألم لبكائهم عليك. لماذا؟ لأن المؤمن لسان حاله ماذا يقول عندما يموت؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تتمنى هذا المصير الرائع لأولادك ولأحبائك، وتتساءل لماذا يبكون؟ يعني أنا الآن أنعم، ملائكة الرحمة من حولي، أرى جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب أنا أحب هذا المصير لأولادي، لماذا يبكون؟ من هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، ولكن السنة أن نحزن. القلب يحزن على الميت، ولكن يجب أن تدعو للميت، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالرحمة، هذا الذي يفرحه. تستقيم على منهج الله هذا الذي يفرحه، لأن هذا الميت المؤمن الذي رأى هذا النعيم ورأى جنات عرضها السماوات والأرض في عالم البرزخ، ورأى عالما مليئا بالضوء مليئا بالسعادة، ليس فيه مرض، ليس فيه ذل، ليس فيه جوع، ليس فيه حاجة للآخرين،
ليس فيه ألم. يتمنى الميت المؤمن هذا المصير لأحبائه وهو يسمعهم. عندما يموت الإنسان تبقى حاسة السمع موجودة ونشاط الدماغ موجود أيها الأحبة في منطقة السمع ومنطقة الذكريات، مما يدل على أنه يتذكر. وعيون الميت تبقى في حالة عمل لمدة 5 ساعات وربما أكثر، ولكن الدراسة الحديثة تقول عيون الميت تبقى في حالة جيدة تستجيب للمؤثرات العصبية لمدة 5 ساعات. إذن الميت يبصر، يرى، يسمع، يشعر، ولكن أي ميت؟ المؤمن. الكافر يكون منشغلا بالعذاب والعياذ بالله. المؤمن يؤلمه بكاء أهله عليه، يريد أن يعود ويقول لهم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يريد أن يقول لهم لماذا تبكون، افعلوا كما كنت أفعل ليكون لكم هذا المصير الرائع، اجتهدوا في الدعوة إلى الله كما كنت أدعو إلى الله لتحصلوا على جنات عرضها السماوات والأرض، لتروا ملائكة الرحمة بأبهى صورة، لتروا الاطمئنان، اللا خوف، اللا حزن. كل هذا أيها الأحبة ستجده أمامك إذا كنت من المؤمنين. لذلك أنا أعتبر هذا النص هو الشعار لكل مؤمن، وأكرر وأردد كثيراً وأرجو أن تحفظوه جميعاً أحبتي في الله. احفظ الآيات التي ستصف مصيرك بعد الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن أخي الحبيب، يجب أن توصي أهلك ولو كنت شابا. قل لهم الميت إذا مات يحتاج إلى الدعاء والصدقة والعمل الصالح وأن تستقيم على منهج الله. تنصح ابنك أنك يا بني إذا أردت أن تنفعني التزم بالصلاة، التزم بطريق الدعوة إلى الله، لأن بعد هذه الآيات مباشرة قال تعالى نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أفضل طريق وأحسن كلمة تقولها هي كلمة تدعو بها إلى الله. كيف ندعو إلى الله؟ نشر العلم النافع بسهولة. انشر العلم النافع لمن عرفت ومن لا تعرف. لا تدري من يهدي الله بهذه المعلومة من عباده، قد يهدي بها ملحدا فيصبح مسلما فيكون خير لك من الدنيا وما فيها. لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن أخي الحبيب، في عالم البرزخ، هذا العالم الواسع، هذا العالم المعقد، هذا العالم المليء بالأحداث، يجب أن تجتهد لتكون من الذين قال الله فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يجب أن تجتهد لتكون ممن رضي الله عنهم، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يجب أن تجتهد أخي الحبيب لتكون من الذين قال الله فيهم
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يكون قلبي سليما؟ الدعوة إلى الله. ما هي مهمة الأنبياء أصلا؟ الدعوة إلى الله. أعلى مراتب في الجنة هي مراتب الأنبياء. ما هي المهمة الأساسية التي جاءوا بها؟ الدعوة إلى الله. طيب اليوم أنا كيف أدعو إلى الله لأكون من هؤلاء الذين تبشرهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ الدعوة إلى الله تكون أخي الحبيب بنشر العلم، بالجهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يسرها الله لنا لكي ننشر هذا العلم النافع. أي معلومة فيها خير، فيها فائدة تتعلق بالقرآن أو السنة المطهرة انشرها، ستكون لك صدقة جارية وعلما ينتفع به يبقى أجرها مستمرا بعد موتك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علما ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.